مختلفه عليها بزاف، حيتاش النسخه الاولى كانت البروميير اكسبيريونس، يعني درنا قصه زوينه وداكشي كان واقف وداكشي، وكانت جديده كانت ما عمرها ما دارت في المغرب. شفتي لها كيف بالكوستيم بالديكورات شي بلي زيفي سبيسيو وداكشي ما عمرها ما دارت. اول خطره الناس شافوها قالوا شي جديد وداكشي. هاد المره حنا ما بغيناش نكذبوا على الناس ونديروا داكشي اللي درنا العام اللي فات نديروا. مثلا انا الكوستيمات ديال العام اللي فات ما استعملتهمش، استعملت انا كوستيمات جداد. كان ممكن نقول لا هذاك الكوستيمات ديال العام اللي فات نستعملهم، لا انا بغيت شي حاجه جديده. الممثلين بزاف الممثلين تبدلوا، القصه تبدلات، والديكورات عندي شي 4 فوا ولا 5 فوا بلوس دو ديكور كالعام اللي فات. كان العام اللي فات كانوا الخوت متحدين باش يحاربوا الانمي، فهمتي؟ دابا هاد العام الخوت ما بعدياتهم، الخوت هما اللي محاربين ما بعدياتهم، فهمتي؟ والفكره اللي بغيت نوصل للناس سكو بنادم ما خصوش يدخل الشر وداك الشيء ما بيناتهم، خصنا نتحدوا. دونك هما في الاول هذاك مخاصمين وبغاو يتحاربوا وداك الشيء، حتى نشوفوا واش غيتحاربوا ديال بصح وواحد فيهم غيموت ولا غيتحدوا، الله اعلم. دابا خصنا كان بزاف ديال لي ميساج اللي بغينا نوصلوا للناس في هذا المسلسل. انا دائما ملي كندير شي حاجه في المسلسل داكشي ما كنديرش شي حاجه هضره خاويه، كلها ميساج ديال حنا خصنا نديروا الثقه في فلوسنا. حنا مغاربه عندنا الامكانيات، ممكن نديروا الثقه في فلوسنا، نتحدوا داكشي باش نوصلوا. هذا هما لي ميساج اللي كاينين، ولي ميساج ديال المراه. كنشوف بان هذاك لا كولتور ديالنا قويه، عندنا بزاف الحوايج اللي هما مزيانين، بحال اللبس عندنا، بحال الارتيزانا عندنا، بحال الاركتيكتور ديال بحال الماكله ديالنا لا كولينير. انا من صغري الكسكس هو احسن ماكله في العالم. دوك انا عندي واحد الغيره على البلاد اوسي. دوك انا قلت عندنا الف ليله وليله داروها في الامريكان، داروها في مصر، داروها في فرنسا، داروها في بزاف البلدان. قلت علاش ما نديرش انا الف ليله وليله مغربيه؟ كاع الديكورات حنايا ما كنصوروش في استوديو، ما كنديروش بحال مسلسلات ديال شي ناس ولا لا، نصوروا في استوديو. حنا ما كنصوروا حتى حاجه في استوديو، كل شيء كنصوروه في التراث ديال المغرب. كنصوروا في ذاك لي بالي، كنصوروا في المدينات، كنصوروا في واحد القصر في مراكش، كنصوروا في لي فوغي، ما خلينا حتى مدينه. حنا في مراكش، في كازا، حنا في اكادير، حنا في دابا الان حنا كنصوروا في اكادير. انا بغيت نبين للناس، نقول لهم بان حتى العام اللي فات ملي صورنا الجزء الاول، الناس ملي شافوا المسلسل قالوا ما يمكنش هادشي، فين هادشي صورتوا هادشي؟ ولا اليوم راه صورنا هادشي في المغرب كله. كاين الناس ما تيقوش كاع، علاش؟ باش الناس ما كيخرجوش على كازا ولا على رباط ولا من ديورهم، ما كيشوفوش بلادهم اللي هو في عندنا 2500 كيلومتر ديال البحر، عندنا داك لي مونتاني، عندنا الثلج، عندنا الصحراء، اللي عجبنا عندنا.